الدقيقة الأخيرة أتركها لك، توجه فيها رسالة مباشرة لجمهور الهلال الذي يعشق غوميز. أود أن أقول لكم شكرا، شكرا من القلب. لن أجد ما يكافئ الشكر أو يوفي الشكر الذي تستحقونه. اليوم في عمري هذا ما زلت متنافس، قادرا على التنافس وقادر على اختيار وجهتي المقبلة، لأنكم أعطيتوني الكثير من المحبة وكنتم عادلين معي كثيرا. فحين كنت جيدا أعطيتموني الحب الذي أستحقه، ولكن حين لم أكن بنفس الجودة كنتم عادلين مثلما تكون الأسرة والعائلة عادلة. بافي، قلتم لي بافي، نحن ننتظر المزيد منك، وكان ذلك دافعا لكي أعمل بجد وبتفان لكي أجعلكم سعداء. ومع كل الانتصارات التي حققناها معا، لكنكم أعطيتموني الدافع لكي أكون أفضل. واليوم هي نهاية القصة. أنا أرحل عن هنا وأنا أفضل مما كنت كلاعب. ولقد كبرت كإنسان وتطورت بصورة إنسانية هنا على هذه الأرض. أنا شديد الفخر بأن أكون الأسد السعودي. شكرا وأراكم عما قريب بإذن الله. غوميز شكرا، لن ننساك، لن ننساك. أنا الذي لن أنساكم أبدا. شكرا غوميز. شكرا، ميرسي غوميز، ميرسي بوكو، ميرسي.